لما رجعت قصة الكورونا واضطرينا نقعد بالحجر المنزلي وزوجي فقد شغله، رجعت العنف وعم بيزيد. خلف الأبواب المغلقة وجدران المنازل الصامتة ثمة أصوات ترتفع طلبا للنجدة من عنف يمارس بحقهن، عنف سكن بعض البيوت هذه المرة نتيجة الحجر المنزلي الذي فرضته تداعيات فيروس كورونا. تشير أرقام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أن نسبة حالات التعنيف ارتفعت في الأونة الأخيرة إلى ما يقارب 100%، إلا أن منظمة أبعاد ترى في هذه النسبة مؤشر لا يعكس حقيقة الواقع. ارتفعت نسبة الاتصالات بالخطوط الساخنة التابعة لمنظمات نسائية كمنظمة أبعاد إلى ما يقارب 20% مقارنة بالأشهر الماضية. بأذار رصدنا 155 اتصال كمنظمة أبعاد، وبنيسان من بداية نيسان لليوم صار في تسجيل أكثر من 500 وشوي اتصال، وحاولنا نطلع بسياق المقارن يعني بكانون الثاني وشباط وأذار لنيسان كمنظمة أبعاد. الأعداد اللي صارت واصلت لنا هي مضاعفة عن كل اللي تلقيناه بال 2019، يعني بكل عام 2019. في خطوة قضائية لافتة طلبت محكمة التمييز من السلطات الأمنية والقضائية تسهيل وصول النساء المعنفات إلى العدالة في ظل إجراءات التعبئة العامة. لما المرأة تبلغ 17-45 تتحول الشكوى عند القاضي عند المحامي العام بالنيابة العامة، دغري بيصير في تدخل يعني عبر التليفون. ما بدنا ننطر تيروحوا الدرك، أوقات لازم الدرك يتدخلوا أكيد إذا الحالة طارئة، بس في حالات منا طارئة بيكون العنف صاير قبل بأيام، أما في تهديد إذا بدك عايشة بحالة خوف المرأة، هون دغري بيتواصلوا عبر التليفون بالمرأة بيتفقوا معها على الإجراء لازم يتاخد. لا تزال المنظمات النسائية تحرص على تقديم الخدمات اللازمة للنساء المعنفات من الإيواء الآمن إلى الجلسات الإرشادية التي تتم عن بعد، إضافة إلى العلاج النفسي عبر تطبيقات ومنصات خاصة، والأهم هو تعميم الخط الساخن أو الرقم الآمن لطلب المساعدة. سحر أرناؤوت، الحرة، بيروت.